تعالوا بس نبص كده بسرعة احنا هنعرض ايه اقوى المضادات الحيوية. لو انا في بيتي ممكن عندي لازم عندي لبان ذكر وعندي قرنفل وعندي قرفة وعندي بن وعندي بروبلز وعندي مر بطارخ، ممكن اعمل من دول لزقة سحرية من ده كله واحطها على اسناني احطها على الجرح ماشي. طب عندي صداع بعمل مشروب من روزميري وبردقوش وينسون بعمل ريحان وشمر اي حاجة من دول عندك، دي صيدليتك في البيت. نعم مضاد حيوي ازاي؟ احنا دلوقتي اولا اللبان الذكر لوحده لا، انما لبان ذكر مع بن مع قرفه مع مر بطارخ مع رنفل مع او اتنين ثلاثه من دول، افرض ما عنديش ده كله، انا ما عنديش مثلا غير شويه قرفه بودره وشويه بن وشويه لبان ذكر او شويه مر او شويه قرنفل، بجيبهم على شاشه او قطنه واحطهم نقطتين عسل واحطهم على درسي او سنتي اللي بتوجعني او لساني الملتهب او الحاجه الملتهبه او جلدي الملتهب، يعني في ناس حطيته على الثدي الملتهب وفي ناس تحت قبطها مثلا خراج كبير، فاللصقه السحريه دي فظيعه بتجمع الصديد وتنظف الدنيا سواء سنان لسان ظهر ركب، بس اعملها ازاي؟ بودره اطحنها حضرتك. دي بقى مفيش مركب الدكتور جوده اللي بيتباع مركب ايه؟ ما انا بقى لي 40 سنه بقول على ده، اشمعنى النهارده هبقى ابيع؟ حاجه غريبه جدا. طيب عندنا ايه تاني من اللوحات؟ عندنا مثلا لضبط السكر، احنا قلنا لضبط السكر السلطه الخضراء اهم حاجه ولازم يكون فيها كزبره مش كده؟ ولازم يكون فيها بصل ولازم يكون فيها حلبه طريه. ثبت ان الحاجات دي الترمس والصموه والدوم والكزبره والحلبه والحنظل على القدم والقسط البحري والصمغ والكينا في 30 حاجه بيظبطوا السكر، وده ليس مدعاه ان انا اسيب الانسولين بتاعي ها ولا اسيب الدواء، انما بالظبط اقيس السكر صايم كل يوم. لو قست سكر الصايم لقيته اكتر من 150 انا باخد القرص بتاعي والحاجات اللي بتساعدني في ظبط السكر. الكلام ده ما يزعلش حد، ما يزعلش حد خالص، واكيد الدكتور اللي قاعد بقاله 40 سنه قاعد ما بيخرفش وما تنقلش عني كلام ما قلتوش. يعني دكتور الحاجات دي بتظبط السكر بس لو عيلي لازم اخد، برافو عليك. انا دلوقتي خدت الحاجات دي وبقيت السكر لقيته 300 في جدول منزلينه 300 باخد 3 شرط 400 4 شرط انسولين 500 شرط وهكذا في جدول. منظمه الصحه العالميه؟ لا والله العظيم منظمه الصحه، منظمه الصحه العالميه منزله يا جماعه والله العظيم والله العظيم، قالت ان بعد ال 180 كل 40 وحده سكر لهم وحده انسولين، يبقى 220 بياخد وحده 260 وحدتين هما شرطتين 280 يعني قربنا من 3 شرط وهكذا. وانا لو خدت الحاجات دي وسكري وطي اقل من 100 لو خدت انسولين هترعش شوية في الارض، فخلي بالك احنا بنقيس. ما انا بقول لحضرتك يا فندم هذه الاشياء بتؤخذ عن طريق الفم، الفم ده بيظبط امعاء ويظبط كبد ويظبط كلى ويظبط الجسم كله. ساعات في ناس بيبقى عندها سكر عصبي، انا لما بزعل قوي فسكري بيعلى، دي حاجات اغلبها مهدئات فيها حاجات بتخلي النفسيه حلوه زي البردقوس والروزميري والحاجات دي بتهدي النفوس. نعم لا يا فندم، حتى المرض المزمن ما يجينيش واحد العياده يقول لي انا مريض سكر انا مريض ضغط، ليه مكتوب على جبهتك كافر؟ واحد بيقول لي ده الحكومه بتصرف له دواء ضغط بقاله 40 سنه وضغط 90 على 60، انت مجنون؟ هو مكتوب على جبهته كافر فيه ايه؟ انا بقيس الضغط فوق ال 160 على 100 انا كبير 70 سنه اخد الدواء، انما انا ضغط واطي اقول لي اصل انا مريض ضغط ايه داخل النار يعني؟ ما ينفعش الكلام ده. واحد يقول لي ده مريض مزمن وسكره 80 ودايخ ومش قادر يقوم واخد الانسولين مموته، بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ ايه المريض المزمن ده؟ ايه شغل المجانين ده؟ واحد ضغط واطي 90 على 60 تاخد دواء الضغط العالي ليه؟ انا ما عنديش صداع تاخد دواء الصداع ليه؟ اصل انا متعود عليه. متعود عليه يا عم؟ انا ما عنديش حموضه بتاخد دواء الحموضه ليه؟ يا فندم صل على النبي، الدواء بعد فتره لا يعمل، اقسم بالله والله العظيم والله العظيم الدواء بعد فتره ما بيشتغلش لازم تغيره. يعني انا سكري عالي، ما في ناس بتاخد انسولين وبتاخد اقراص وسكرها عالي، انا عندها حساسيه انسولين اصلا الانسولين ما بيشتغلش، في ناس بتاخد ادويه الامساك والامساك هيموتها. لازم تعرف ان احنا عندنا جسم بشري غريب جدا،
في الاول ممكن يستجيب للدواء، بعد شويه ما بيستجيبش. انا كنت مش عارف انام فاخدت قرص منوم، نمت يومين ثلاثه الحمد لله، بعد كده باخده ما بينيمنيش. فلازم تعرف ان احنا بيحصل توليرانس للدواء. انا ما بوصليش للدواء ركعتين، ما بقعدش الدواء، انا مش بحط الدواء قدامي واصلي له. ويجي لي راجل اصل انا مزمن، ايه كافر يعني؟ ايه الحزن اللي انا فيه ده؟ نعم؟ ده مدمن يعني واخد دواء الضغط مموته، واخد دواء السكر مهبطه، وهو اصلا انيميا ونايم في الارض، وده بيشيله وده بيحط. اقسم بالله العظيم بوقف الدواء اسبوع يوم يجري. يا عم انت بتعمل نفسك كده ليه؟ انا باخد الدواء لما اكون انا عن سكري عالي باخد الدواء، ضغطي عالي باخد الدواء، ضغطي واطي وانا نايم في الارض واقع، تاخد دواء ليه؟ ضبط المعده والقولون طبعا في بعض الحاجات اطلع معايا شويه زي رجل الاسد والنخوه مش عارف ايه والحاجات دي كلها ماشي، لكن ضبط الضغط احنا قلنا عليه قبل كده. وقلنا مثلا الامساك عندنا حاجه كده بنعملها زي الراوند والمر والصبر، الكلام ده كله موجود عند الايه؟ عند العطارين. حاجات دي بسيطه جدا، ممكن مثلا زيت زيتون، معلقه زيت زيتون على معلقه خل على معلقه عسل، معلقه زيت زيتون على معلقه خل على معلقه عسل قبل الاكل هيظبط لك القناه الهضميه. ما جابش معايا نتيجه بشوف حاجه ثانيه. فاهمين؟ القولون ده متعب مؤلم ما بيستجبش، فلازم اغير له كل شويه. وعشان القولون بنقول لازم زبادي ولا بالراي، ولازم معلقه بذر القطون او بذر الكتان، لازم، ولازم طبق سلطه خضراء قبل الاكل، ولازم تمشي كل يوم ساعه. القولون بيتادب بالمشي، اقسم بالله العظيم من احسن علاج للقولون انك تمشي كل يوم ساعه، تمشي ساعه احلى قولون واحلى اخراج، ما تمشيش وكسلان وبطنك قد كده ولا كل ده هينفع. عشان ما نهجص يعني. ما هو القولون اللي عنده امساك باستمرار ده بنعتبره متقرع. في واحد بيجي تقرح بامساك كل يومين ثلاثه، وفي ناس كل اسبوع، وفي قولون متقرح باسهال بقيح بدم. خلي بالك الاسهال وقيح ودم زيه زي الامساك كل ثلاث اربع ايام خمس. ده ملعون يعني، ده صعب جدا وده صعب جدا، ده يتعالج وده يتعالج. بس كل واحد يتعالج بطريقه غير التاني. ليه؟ لان اللي عنده امساك لازم اديله ملينات، طب واللي عنده اسهال اديله ملينات ازاي؟